أنا مبير وقت العوزة وياكاني الحد اللوزة لا تدور لا تسأل عني أنا طلالك من الجوزة عندك مشكلة حاير بيها لا تروح الواحد تحجيها ما حد راح يحل مشكلتك بس أمبير اللي صار فيها من يطب مستر أمبير كلها تقول الله بالخير ورا ما حل مشكلتك أقلك خوي اعذرني من التقصير وللجوزة أمبير وياكم أمبير وياكم أمبير وياكم نص أمبير الثاني تلقاني بكل قصة كل موقف تلقاني من تركز مرة وتعرف شنو الفكرة من الراحة تشوفها لازم تاخذ عبرة إذا مستر أمبير يقول كلمة ناتي لو من طول من الشنجافرة تخيلك واطلع لك اي اقدر اني يومية اجيك بغير شخصية اسوي الزينة ذب الشاب وما دور المنية خلصت يلا جيم اوفر خلصت والحكم صافر اطلع لك من الجيران اذا تفصل تشنج اوفر للجوزة امبير وياكم امبير وياكم امبير لك امشي امشي مو شلعت القلب بهالتليفون هذا ما عليه اعطيني تليفون ولك كافي كافي جوزه من التليفون في كافي محمد الله يساعدك شنو الموضوع ايش بيكم والله هذا الولد شلع القلب بهالتليفون هذا 24 ساعه حتى عيونه راح نلبس نظاره هاك شوف وين النظاره هاي النظاره ما تلبسها البسها عمو البسها حبيبي البسها والله خلينا نشوف ما شاء الله حلو عليك بس عمو ترى التليفون مو زين على عيونك ما عليه ودع ما ربيت ام احمد والله ما ادري ايش اقول لك هاي من مات ابوه واني متمرمر ابي هسه لو ابوه عايش على الاقل يساعدني بتربيته الحمد لله والشكر الحمد لله والشكر زين هو شنو يشوف بالتليفون عمو انت شو يشوف بالتليفون مشلب بيه والله ما ادري هاي 24 ساعه كان مش هالتليفون هذا ما يهدي لحد ما خلص شحنه قعد على التلفزيون رجع شحنه رجع لزمه يلا الله شنو هذا يا واد هاي لعبته المفضله سبايدر مان خابصني بيها يلا خير ان شاء الله خير ان شاء الله يلا من رخصتك عيوني الله وياكم الله وياكم امشي حتى الناس كانت تتفرج علي انا ها شو اسوي من وراكاني سهر والله انا شو اسوي لهذا سبايدر مان بس ما لقيت الا سبايدر مان قول نحول توم وجيري كابتن ماجد وين هو هذا بيت ابو احمد وين جوزته وين صارت والله خل نروح نشوف شو يصير اي هاي ناتل ومنتول ماما بدا فيلم سبايدر مان شنو الجديد ماما مو هذا الفيلم صار شفناه 100 مره أحب سبايدر مان لو أشوفه ألف مرة ما أمل منه لا على والدي دفرني وطلعت من الفيلم فو عليك لو بيضحك قد ما منك انت سبايدر مان لا عمو ساسوكي بس بسوي له تحديث هي عمو هي انا سبايدر مان
بس هو هذا سبايدر مان اللي انت خابصنا بيه؟ بشرفك بس لا تقولين من باب الشرجي، لان يا اهلي كنت يقول سبايدر مان جايبينه من باب الشرجي. لعد مين؟ شرجي. واو اخينا صاعد سبايدر مان حقيقي، دم ولحم و شحم شحم شحم. هذا بطنه كبيره، سبايدر مان ما عنده هيك بطن. يلا بالله جاوب على بطنك. حامل عمو، جا غير كرش. شوف حبيبي سبايدر مان وهي تصار يمك بعد، ما عندك حجه تلعب بالموبايل. باكر اخذ جماعتي اقتلهم كلهم. لا عمو لا وين ما خفني، لا ترى انا سبايدر مان مو رهاب مان. ابني حبيبي وليدي يوم وفيتو ابني طالع عمو ابني كلبت. عندي خمسه غيره. ها نظارتك ليش ما تلبسها بالبيت مثل ما تلبسها برا؟ نظارات ما احبها ما البسها. ما تحبها اي. بعد من لزمت التليفون 24 ساعة ما خفت على عيونك؟ هسه ما احب النظارات، هسه عفني من النظارات. سبايدر مان شو طلحت هسه ما طلع خير. شو طلع له خير تبخير؟ لا خير عنكبوت منا طلع. ها؟ منا منا طبعا. يلا عافية اريد خير عافية. مو هواي لحيت عمو، مو هواي لحيت يعني لو بيكفى تقريحها مو هالقد تلح على الخير. هي مبينة انت مو سبايدر مان الحقيقي. لا لا انا الحقيقي الحقيقي، بس تاني راح اتغدى لي بكرتين خياطة وسهلة. زين، اقفل على هذاك الثياب. عمو انت نظارتك طلعتني قرد؟ انت ليه فاهم عن قدراتك؟ مو انت هذا البطل سبايدر مان؟ شوف، خليني اشوف. هذا انا. وي 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 وي، هاي كلها اسويها. شاقول تفلشت. تعال حبيبي تعال تعال تعال. سبايدر مان شو انت مو بطل مثل ما شفتك بالافلام، لا تتعارك لا بوكسات لا دفرات. شوف حمودي حبيبي، ترى البطوله مو عارك ومشاكل، البطوله افعال ومواقف. يعني شنو؟ انا اقول لك يعني سوي افعال زينه انت بطل، تنجح، ما تسوي مشاكل ويا الاخرين، تسمع الكلام، مطيع، كل هاي افعال بطولي. وذاك الحياوي. حياوي منو؟ هذا واحد كل ما يشوفني بالشارع يقتلني، واليوم اريدك تنعني ضلوعه. شو القضية عمو طلع لك شقي؟ هي مبينة انت مو سبايدر مان الحقيقي. انا حقيقي وراح اثبت لك. شوف. شفت؟ طلعت سبايدر مان حقيقي. طبعا شوف شلون طيرت لك السيارة. يلا مشينا الحياوي. وين يا حياوي؟ وقف عمو، وقف حبيبي. وقف حمودي وقف. شنو؟ هذا حياوي السمين. يلا روح له. شو اسوي له رجيم؟ لازمه كتله. ليش عمو ليش كتله؟ غابه يا اخو مو غابه. تعال تعال عرفنا على اصدقائك. تعال يلا. تعال 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 خلنا نتعرف عليه. هلا عمو. احمد من وين وياك؟ هذا بطل خارق سبايدر مان. شنو جايبه تهددني بيه؟ لا لا حبيبي عمو، لا انا جاي هنا على مو شو اسمه. ايش؟ من اسالك يلا جاوبني. شنو هذا؟ زاد وزنه وقال له اخلاقه. هذا سبايدر مان بطل، تو دفع سياره وطلع خيط عنكبوت. هذه؟ عمو انا عاضق قبل، شنو الموضوع؟ ليش كارهني؟ ما مقتنع بيه سبايدر مان، ترى بس البدله ب 90,000. يلا طلع لنا خيط. شنو ايش طلعت هاي؟ يا هيك تضيقني طلع لي خيط، راح يصير بيها خيط من وراك. لك احمد هذا تقليد مو اصلي. يا حبيبي هذا بطل. احمد تاخذه تروح منه لا تفكهم هنا. شو القضيه؟ شو القضيه عمو؟ هم طفل وهم دفان، ترى ما صايره. انت تدفنه شو تعال؟ يلا. لا لا عمو لا لا حبيبي لا 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 ما يصير ما يصير ما يصير. عيب 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 تعال بس خلنا حاجه. يا ابويا ايدي. اخ ابويا ايدي. كتلنا هناك وجابنا بيتهم سحن، اريد اكمل الجزء الثاني. انت منو؟ انا ندم حياوي. وحياوي شوفي حياوي ايش سوي بيه. شوفي كيف صار يدي بعد ما اقدر احركها. باي شوفي ما اقدر احركها. خوتي تخلفين وما تربين. اسفه كلش، بس هو حياوي شويه عصبي. شويه عصبي؟ شويه عصبي؟ بعد لو عصبي هو شو يسوي؟ ياخذ ايدي سفري؟ مو هو تربى ببيئه كلها بطوله وشجاعه لان ابوه مصارع.
أنا ترخص يلا. لا لا أقعد أقعد، أبوه مسافر هسه. آه الحمد لله الحمد لله ما ترخص. فجبت له آيباد حتى يلتهي بيه ويخفف شوية عصبية. شنو الطرقعة؟ شنو الطرقعة؟ هذا تليفون وهذا آيباد، شنو هالإدمان هذه؟ يا معود على الأقل ملتهي. إي خوش حجة على الأقل ملتهي، إي الذبة بحضنا موبايل وتعوفني. شوفي هذا ابنك راح يرسب، والسبة هذا السبة هذا راح يرسب، مستوى الدراسة صفر. إي اليوم استلم النتيجة وطالع بست دروس. قوم ماما حياوي جيب النتيجة راويها العم سبايدر مان. بستة بس؟ والله السبع بستة على الخير على الخير، فرحانة بي مو؟ اي متباهية، روح جيب النتيجة لعمو، روح جيب النتيجة لعمو، متباهية. اخ ابوي ايدي، اخ هاي النتيجة. ها؟ اي اقلك ابنك يدرس بصالون تجميل؟ لا ليش؟ مو هاي النتيجة كلها محمرة. هاي شنو هاي؟ بالانجليزي ماخذ 15، عمو هاي كروة مو درجة. انا احسن من ماخذ 30. ها عافية بالسبع، انت ماخذ كروة مال روحة وجاية. اخوي عيدي جيب لنا شاي صخام، شايكم بالواتساب يجي. اخ اضحك 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 على ريمي. صديقي حمودي خو ما جوعان؟ لا لا ما جوعان. متأكد؟ متأكد. اخ لا 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 ها شنو حبيبي شبيك؟ امو شلق مالتي كله وقع. ما يخالف حبيبي ما يخالف، لا تبكي لا تبكي. انت وين اهلك؟ امان امو وميتين وقاعدين بيت عمي. يلا الحمد لله الحمد لله، لا تبكي انت سبع انت سبع. ها شنو بيدك هذا؟ امو لما اكمل اخر استراحه ولا اقرا؟ عفية عفية عفية، يعني أيوه. انت طالب وتشتغل؟ اي عمي. بطل بطل والله بطل. عافية سبع سبع سبع، يلا سلم وياك هسه، لا تبكي لا تبكي حبيبي، لا تمشي يلا تعب 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 يلا. سبعة يا صفي. من ساعة سمعتك تقول لو الكعك انت بطل. طبعا بطل. بطل بشنو؟ ما شفنا تعارك ولا ضرب واحد. يعني انت هيش فاهم البطولة؟ ماكو غيرها. لا لا اكو اكو، شوف هذا الطفل اللي شفناه من ساعة، هذا الظروف كلها ضده، ما تخليه يدرس، كان ممكن يروح بطريق مو زينه، بس هو سبع تحدى كل الظروف وفوقها يدرس ويشتغل وما راح انتهى بالموبايل وعاف دروسه. حتى وهو كان يضوج من الموبايل دائما ياضي مني. مشتاق له؟ لا هذا هو بجيبي. لا مو الموبايل، ابوك. طبعا مشتاق له، كان يجيني بالحلم وهسه بطل يجي. يجوز زعلان عليك. من شنو زعلان؟ يعني ملتهي بالموبايل وما تسمع كلام امك وما تلبس نظارتك بالبيت ومستواك الدراسي مو زين، يجوز هذا اللي مزعلك. انت عندك ابو؟ لا انا كوكتيل من الخباط الدنيا. اي طبعا عندي ابو. زعلان عليك؟ لا 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 ما زعلان، لان انا ما اسوي غلط، وحتى اذا غلطت اعتذر واصالح. حرامات بابا ميت كان صالحته. يسمعك ويشوفك وانا راح اساعدك الصالحه، تمام؟ عاي بطل بطل حمودي بطل. شو رايك ناخذ لنا زرق بهالبرد؟ شو تقول؟ Thank you.
تسميني ام احمد. الف الف مبروك نجاح احمد اليوم. حبيبتي تسلمين الله يبارك فيك. حياوي شنو؟ حياوي هم نجاح. وجيت اشكر سبايدر مان اليوم لان هو النصحه والدرسه والتعب وياه. اشكرك عيني سبايدر مان. صراحه احنا همين لو بس سبايدر مان ما كان تغير حمودي. لا لا بالعكس هذا واجب. على الخير حياوي على الخير. شوف حياوي انت من شوفنا نتعارك بالافلام ترى عركنا هذا كله من اجل الخير مو شقاوات. وانت حبيبي حمودي اولا على الخير بالنجاح. جاي شوف هاي الفرحه اللي انت بيها انت وامك نفس هاي الفرحه جاي يشعر بيها ابوك وفرحان لك هواي وانا متاكد راح يجي لك بالحلم. زين اريدك تهتم بدروسك. شوف كل شيء في الدنيا له وقت. الدراسه له وقت، الاكل والشرب له وقت، النوم له وقت، اللعب له وقت. فجدول حياتك صح ولا تهتم بشيء على حساب شيء ثاني. ماشي؟ وهاي الفرحه اريد اشوفها كل سنه. خلي قصه كيكه، خلي قصه كيكه. لا ماما حبيبي لا خير وتطيب. شلون يصير؟ لا عاد تعال حبيبي تعال اقعد هنا. تعال يا محمودي حتى تقصوها اثنيناتكم سويه. يلا جيب السكينه. قصوها اثنيناتكم سويه. يقولون تتحقق الامنيه اذا تقلبون السكينه بالمقلوبه، فقصوها هيك بالمقلوبه. مبروك ان شاء الله كل سنه واشوفكم من نجاح النجاح اكبر. مشكلة حاير بيها لا تروح الواحد تحجيها ما حد راح يحل مشكلتك بس امبير اللي صار فيها من يطب مستر امبير كلها تقول الله بالخير ورا ما حل مشكلتك اقلك خوي اعذرني من التقصير وللجوز امبير وياكم امبير وياكم امبير وياكم نص امبير الثاني تلقاني بكل قصة كل موقف تلقاني من تركز مرة وتعرف شنو الفكرة من الراحة تشوفها لازم تاخذ عبرة إذا مستر امبير يقول كلمة ناتل ومن تقول من الشنجافرة تخلك واطلع لك اي اقدر اني يومية اجيك بغير شخصية اسوي الزينة ذب الشاب وما دور المنية خلصت يلا جيم اوفر خلصت والحكم صافر اطلع لك من الجيران اذا تفصل الشنجافر للجوز امبير وياكم امبير وياكم امبير